هو المتبنين الآن الصدريين. دكتور مناف، كان عندك نقطة نظر. لا أولا يعني حقيقة أنا أتفق مع ما يتحدث به الشيخ أنه أنا رجل جاهل في السياسة حقيقة. لا أقبل هيك. لا ما اقبل للامانه انا طبيعتي ما اسيء لاي شخص. عفوا بعيدا عن اللسان، انت قلت ما عنده معلومه. لا قلت لك المعلومه ما وصلتك. انا ارى انه من المعيب ان نتحدث عن شخص صامت ولن يتحدث. سموا له يعني هاي محاولات الاستفزاز لحديث السيد الصدر غير جائزه. ما يتحدث السيد الصدر. خلي أتحدث عن واحدة من الأشياء اللي نقلوها بعض الإخوان. يعني السيد الصدر يقال إذا تحدثوا شخص يمه عن موضوع سياسي يترك المكان الآن في هذه اللحظة. فبالتالي الحديث عن التواصل، شوف هاي واحدة من أساليب شق التيار الصدري. هو قال لك هذه معلومة. خلي أكملها سلسلة المساحب. يعني أنا من أتهم أنه هنالك اتصال مع المكتب السياسي في ظل إشارات واضحة من السيد الصدر بأنه لا توجد هنالك اتصالات، لن أسمح بأن تكون هنالك اتصالات، لن أشترك، لن أقبل بالاشتراك، لن هذه كلها لاءات يطلقها السيد الصدر. بس دكتور إذا أتحدث بعكس هذا معناه أنه الموجودين حول السيد الصدر يا أما خونة. لا لانه بالنتيجه إيه هذا تتهمهم انت. لا اذا تقول اكو اتصال واكو اتفاق واكو تواصل في حكومه يطلق عليها السيد الصدر. هو قال لك حتى في بعض المفاصل راضي يغير رئيس الحكومه اعترضوا التيار، مثل تغيير محافظ او تغيير مدير موانئ. هسه احنا قاعدين في برنامج حصلنا وقت. هسه يعني انا جدي الله يرحمه حينما كانت تكون هنالك مساله جدليه مع اي شخص، شو يسوي؟ يجر خط يقول له هذا حد القاع، والما يصدق يحسب. هسه انا اقول 1000 درجه وظيفيه، اقدر اعددهن؟ اقدر اسولف؟ هذا رقم بالاطلاق. اذا سمحتي لي هذا رقم للاطلاق.